الحمد لله تجاوزنا منطقة غابات الأشجار الصلعوات، والآن في طريقنا إلى مدينة بنوانجي. هذه المدينة يسافرون لها السياح من مدينة بالي لزيارة جبل آيجن، وليبلغ ارتفاعه تقريبا 2700 متر فوق سطح البحر، ويقع في أعلاه فوهة فيها مياه كبريتية، وبجانب هذه المياه تتصاعد أدخنة بفعل ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة. هذه الأدخنة كبريتية سامة، يصعد لها العشرات من العمال للحصول على الكبريت الأصفر، ويصاب عند عملهم في هذه المنطقة بالسعال المستمر والحروق والتقرحات الجلدية وتسمم الرئتين وإصابة العيون بالعمى. ما في مجال خاطر بحياتي لرؤية هذه الأدخنة، بالرغم أن الجولات السياحية بل توفر لكم أقنعة خاصة بالغازات السامة، لكن ما في مجال خاطر بحياتي. وبشكل مباشر راح أتوجه للميناء على أساس أخذ سفينة أو عبارة إلى جزيرة بالي. طالبات المدارس school girls. صوت الخير هنا بنأدي النموذج هذا، بندخل من هالطريق. $7,500 روبية اندونيسية، تقريبا ريالين سعودي، أقل من $1 أمريكي يا ماري. Less than a dollar. Great price. أنا ماني خايف إلا من مسألة إثبات ملكية الدراجة النارية. الدراجة النارية ما هي باسمي. هذا الميناء، هناخذ الفيري ورايحين على جزيرة بالي. أغراضي انتلت، ما جت مطر بس ما شاء الله حط عليها غطيتها. We are heading to Bali by ferry and now we've covered 40% of our journey. Great man. Thank you. اخذ سفينه او عباره الى جزيره بالي، تقريبا اتممت 40% من الرحله. ما شاء الله، شوف الفيري ما شاء الله، دبابة موقفة هنا تحت. Beware the stairs are high. حنا بطلع فوق. أوبا با 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 حركات والله. الله 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 يسر. بس دورة المياه بالفيري. سلام. اوكي. كافيتيريا صغيرة. اوه. الله 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 الله.
هذا فيري توي واصل ومنزل السيارات من السفينة. تلاحظون السيارات والدبابات نازلة من الفيري اللي قدامي. الله في دور ثاني. جميل. هذا الظاهر والله أعلم أنه الظاهر والله أعلم أنه صيانة. أنا ظلمت وقلت الشيء اللي يسبح بهالمنطقة. بس ما شاء الله عليه سلامة قاعد يشيك على القارب ما شاء الله. أبطلع فوق بس بشوف لي شيء أشتريه من هنا. بطلع اجرب الدور اللي فوق سطح الفيري. بسم الله والله الله يدرج مره خطير. يا سلام والله روعه والله. I leave you now and I wish you an enjoyable trip. والله جميل. جلسات بحرية رائعة. توكلنا على الله. هذا احنا متحركين الآن. صور الفيري من الجهة الثانية. هذه قوارب الإنقاذ. سفن الإنقاذ هذه. الله الله الله. هذا المنظر ما شاء الله. الجبال الخضراء تلاحظون. النزول مرة حاد من الدار العلوي سطح. طبعا ما أنصح الناس اللي عندهم دوار بحر انهم يطلعون على سطح الفيري او العبارة المائية على اساس لا يصابون بدوار البحر. في تحت زي الصوالين مغطاة.
الناس بدأت تنزل سيارات. الحين باخذ الدباب وبنزل من هالجسر للميناء ماشي بمشيئة الرحمن إلى كوتا بالي. دبابي وينه؟ الله 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 الله